فازت عالمة المناخ كلاوديا شينباوم مرشحة اليسار الحاكم بانتخابات الرئاسة في المكسيك لتصبح أول رئيسة للمكسيك، وحظيت شينباوم 61 عاماً الرئيسة السابقة لبلدية العاصمة مكسيكو ب 57.8% من الأصوات مقابل 29.1% للسيناتورة السابقة المنتمية إلى يمين الوسط سوتشيل غالفيز. وتعيش البلاد على إيقاع عنف عصابات المخدرات، فحسب الأمم المتحدة فإن نحو 10 حالات قتل للنساء تسجل يومياً، وسجل اغتيال 25 شخص على الأقل خلال الحملة الانتخابية حسب معطيات لوكالة الأنباء الفرنسية حتى يوم السبت الماضي. وجرت الانتخابات الرئاسية أمس الأحد في المكسيك، حيث دعي 98.3 مليون ناخب مسجل لاختيار أول رئيسة في تاريخ البلاد.